اليوم اليوم اللي صار اللي صار اللي صار الكل هذاك قاعدين نصلحوا فيه وجبنا. انت تعرف اليوم احنا فما حاجه نحب نوضحها. راهو الفريق الناجح اليوم واللي فيه دي ستار يلزم يكونوا عليهم طلب. صحيح ولا صحيح؟ تنجم تشري عندي ملاعبي حاجته بيها حتى حد هكا ولا احنا اليوم الجمعيه بالمجموعه الموجوده شفت النادي الافريقي اليوم مينيموم الانز اللي نشوفوا فيهم هكا الكلهم فيهم الكلهم فيهم جات فيهم عروض الكل ريسك اليوم هذه حاجه وهذا هذا حاجه كبيره اليوم القيمه نتاع فريق الفريق قيمه الفريق في في في, في الفوته عندها قيمه فالور كبير فالور مارشاند كبير اليوم معناها احنا في الفتره اللي فاتت حطونا الثانيين بعد الاهلي المصري واللي احنا بحسابنا نعفر واحنا بناء على ترانسفير ماركت احنا الاولانيين ولليوم وبالمجموعه هذه اللي موجوده اليوم دولانين من الناحيه في قيمه في الفالور مارشاند نتاع اللاعبيه هو في الموضوع هذا سي سمس فما خلينا نقول اللون مش لون كبير فما ان كونستا يقول كونه اليوم سليم الرياحي هو اللي ساهم في خلينا نقول في ارتفاع سقف الاجور تاع اللاعبيه التونسيه اللي هو خلينا نقول ماهوش متاقلم على الوضعيه تاع الكره القدم التونسيه يعني قاعد رجعت اسكو توافق اليوم كون انت كنت سبب في تقليع سقف الاجور بطريقه كبيره خاطر معك انت اول مره راهو دي سالير نتاع 100 و120 مليون و100 يا ورجعت هاني قاعد رجع فيها اسكو هي كرجان بلا احنا بي احنا القاطره الكلوب اليوم هي تطلع وهي تهبط او قاعد نهبط ولكن احنا مش ريناش تو احنا امورنا واضحه عندنا ملاعبيه عند ما سمعتوش خاطر رجعتوا السياسه نتاعكم والا لظروف ماديه لا سياسة شمش من نشري شمش نحط أنا تعرف قد عندي من ملاعبي كانوا 36 لا نعرف اليوم لا كان أكثر عاد خلينا من المسلفين هم ذوكم 36 في ستاج الأول واللي هو مفروض يكون عندك 27-28 معقول ديجا احنا هبطنا لل 27 شنو تحب اليوم عندك وضعية هذه تكنيك شوي اليوم اليوم انت جمعية تحب تشري ملاعبية هكاك اعطيني نشري وكهو معناها يلزمني انا كل عام نجيب 13 لاعبي تعرف احنا الميركاتو هذايا قد خلينا تو سبعه شويه وبدلت السياسه احنا اللاعبيه مثلا في الجزائر اللاعبيه الجزائريه الكل عاد كلهم ديزاينر ناسيونو هذه واحد هكا ولا لي زيترونجي يلزمك ثلاثه يلزمك تروا منين باش نجيب قد تجيب ومش تعمل سؤالي واضح سي سليم هما كيما قال امين قبيله عنده قدره باش ما عنديش قدره انا اعطيني نجاوبك انا اليوم اسكو النادي الافريقي اليوم في الوضعيه الحاليه قادر باش يدفع نفس الاجور اللي دفعها عم ناولو تاع ناولو كي جاب للي يستحق للي يستحق للي يستحق للي يستحق اليوم كي جددت انا بناء على على شنو يقدم الملاعب اليوم فما ازمه ماليه اليوم في الكلوب والله كان جد فما أزمة مالية وما نخلصوش احنا ما نبداوش بقوة وما نجدوش شو اسمه الصبر خليفة وانتي بالاخرين مخبين الارقام ما كان نتكلم زاد ارقام كبيرة راه موجودة لا ما نحبش عاد انا كرهت حكاية الفلوس هذه اليوم صبر خليفة بعقد ممتاز في النادي الافريقي المتوسط عندنا متوسط في النادي الافريقي كبير برشا معناها معقول على حسب قيمه اللاعب نفسه هل معقول اليوم في تونس ملاعبي بشيء موجود يخلص 120 مليون 130 مليون 100 مليون 110 110 هل من المعقول اليوم في تونس اسكو لا فالور مارشاند نتاع اللاعبيه هذا اسكو الواقع الرياضي نتاعنا في تونس اليوم نحكيو على البلافون مودي سالير يا اخي انا تو كي جيت هذا نعطي 100 مليون هكا معناها هبلت ما فما كونكورونس كان نعطيه انا 100 ويعطيه واحد اخر يعطيه 100 هكا هذيك هي هذاك السوق هي عمليه عرض وطلب والسوق مفتوح اليوم انت حاسب ملاعبي باهي قيمته قداش تشوفه قداش يعطيه ويمكن يكون محترف في البرا ما كي صابر كي ملاعبي تجي تتفاهم معاه لازم تكون قريب خاطر ماناش وحدنا احنا معناها البطوله التونسيه معروضه اكسبوزي للاوروب وللخليج معناها ماديا نادي فريق اليوم اموره لاباس لاباس الحمد لله وبالعكس احنا اليوم تميزنا بعقد صفقات وتحديد
معناها ما قلناش حددنا للسالير، ولكن عدلنا الوضعيه في الفستير من الاتاك الوسط ديفانس، الناس الكل قريبه لبعضها. ستار اللي يمشي يهز ليكيب هكا ويوصل ويمركي هذاك، حتى اصحابه يمشيوا معاه ماذا بهم يجيو يقول لك زيد هذاك، فهمت؟ على خاطر هو باش يحوصل الخدمه نتاعهم الكل ويحطها في الشبكه ويوصلك. معناها هذاك راهو يكون اور بادجت، يقولك حاجه خارجه. معناها انا ديما نقول، انا نقول لهم راهو ما نجمش، راهو كان تحبوا راهو هذه الحكايه نبنيو نعملوا نبنيو على رواحنا ونخدموا، اما نخدموا اون باراليل. والجمعيات الكبار راهو لازم فيها دي ستار صحاح ملعبيه، يكون عندهم وضعيه صحيحه كيف ما يلقاها في الاوروب ولا في الخليج. احنا نتنافسوا مع احنا مع الانديه الفرنسيه، راهو احنا خلصوا خير من فرنسا اكيد. اليوم كونكريتمون اذا كان سليم الريحي يستحق ملاعبي، اليوم اللي بيان يستحق ملاعبي اللي نجم يدفع عليه 120 130 مليون يجيبوا اليوم في البرشلونه. هي مشكلتنا احنا ما نبيعوش لبعضنا. لا انا مثلا توا اكزامبل سليم، سؤالي واحد اليوم في الظرف هذا، اليوم لو 29 جويليه دونك اليوم اسكو سليم الريحي اللي كان يستحق ملاعبي في كاليبر معين وينجم يعطيه 120 130 مليون شهريا، اسكو اليوم نادي افريقي قادر يجيب ملاعبي كما هذا؟ يا اخي وانا تو انا جاوبتك تو، صبر خليفه صحح الكونترا تاعو مليار وشويه، تشوف لاعبي هذاك واحد غارديان هذاك ود الفريق وتفاهم. لا عقد جديد، عقد انتهى واتفقنا مع مارسي وفيه كلوز ليبراتور ب 700,000 يورو. كيفاش؟ اليوم الملاعبيه اللي عندنا كلهم، اليوم كان المدرب طلب، انت شكون هو شكون الغالي؟ اي اعطيني انا هذا كون دو بوينت كونفيرمي، هاتوا باللي تحب تو نجيب. سيسليم اليوم علاش قصيت عليا؟ قلت لك احنا ما نبيعوش لبعضنا. هنا انا مثلا كان جيت العكيشي انا يعجب وحبوا يهزوها، هاك العكيشي كان جات لي طوال بيع، راني شريت من عند العكيشي، اما ما يبيعوش ما سمعناها مش جرب. لا ما يبيعش ما يبيعوش، ما خصهم طلبتوا العكاشي؟ ما طلبناش احنا، ما تجيش البالنا كون بالحق معناها، ولا انا نحكي لك انا غالب مش مشكل. نرجع كان تسمح سي سليم على الكا نتاع صابر خليفه، معناها حاتم يحكي على معناها شهريه خياليه، كي تقيموا مثلا سيزون كيما عملناو يستاهل شهريه كيما كيك؟ هو وضعية كاملة، معناها راهو احنا خرجنا على الطبيعي نتاع كرة القدم في عام ناول، خرجنا عليها معناها. لا لوكا صابر خليفة هل يستاهل شهرية كيما كيف معناها على السيزون اللي عداها عام ناول؟ يا اخي السيزون يلعب وحده هو، ولا هو جوست تعطيه الكرة مش يهرب بالناس الكل، شو كابتن ماجد هو ما فماش الكلام هذا، هي مجموعة فريق يلعب يلزم الأمبيونس الكل يكون منظم. الوضعيه الكل ما فما ضرب، ما فماش مشاكل مع الجامعه، مشاكل مع الانديه، مشاكل ضرب الفريق على خاطري انا، الكل هتاثر. انا في نفس الوقت القاني زاد كيف مع الجمهور الاحتقان، انا ما عادش غير قادر، خاطر باش نكون انا وين ماشي، انا باش نكون متقوي بالجمهور، كي نلقى فما ضرب واحد الواحد انسان معناها يرخ شويه يطيح ويقوم هكا لين يعدي الازمه. ولكن المشكله كامله الضرب، صابر خليفه راهو يلعب قدام شهر مضروب. مش نقعد ندافع انا على صابر خليفه، ان شاء الله ناخذ تو سنه لاباس عليه، ولكن عم ناول راهو صابر خليفه يلعب مضروب. معناها كيفاش زاد فما مشكله في المدرب، كيفاش انت ملاعبي عنده ضربات ايه هكا شويه ويعاود يرجع يلعب قاعد تو برا 5 شهور مضروب. يريح شويه يقوم، فهمت معناها راهو الوضعيه نتاع مناول اكسبسيونيل شويه. ثاني حاجه راهو في العالم الكل، ما احنا كيف تشيلسي هزت بطوله في بريطانيا هكا ولا كيف نحنا كل كلوب، ومن بعد شنو ترتيبه؟ تعرف قداش وفات؟ 9 10 هذا كانت 16 بعد مشات ابطال. دونك اليوم انتهت المشاكل نادي افريقي صفحه جديده، دونك ما عادش فما المشاكل تاع مناول ما عادش موجودين. فما ناس تحكي يقول لك ممكن ما عندناش مشاكل، احنا راهو هما خلقوا لنا المشاكل من برا. فما تنظيف فيستير يقولوا هكا دوك سنين صار، خلينا نقول لك ممكن طبعا ما نشوف. فما زاد فما حاجه كونه كل مدرب عنده رؤيه، فما ملاعبيه يشوف روحه معناها ديما موجود في التيتولير في التشكيله.
كي تخليها على البنك مرة اثنين ثلاثة حصل ناثر ناثر وتيجي.